تو عندنا فقرة اللي هي فقرة الصح والغلط، يعني بنقول لك حاجات وانت بتقول لي صح وغلط. سالم روما كان قريب من التوقيع لنادي الاهلي بنغازي الفترة الأخيرة وجاء عرض كبير ونبو السعر قداش، صح وغلط هو قبل الشيء؟ ها؟ صح وغلط؟ ايه الصح ان صح جاك عرض، جاني عرض من الاهلي بنغازي إيه؟ تحدد عرض رسمي من الإدارة ولا كلامك خلاص؟ دمجت معه باه بس وبعدها ماشي، بعد ما روحت من الكويت يعني قاعد مقرر انه مصيري وين. قديش وصلوا؟ لا والله ما اتفقتش معهم على مبلغ ماديا، بس الحق كنت مروح مقرر يعني ما نبيش نخسر حد. صح حقي يعني هذا نادي واضم انا عندي ناس اصحاب واحباب فيه حق. صح شوف انت في المنتخب الوطني صعب ان الواحد يلعب لو ما عندهش حد يتكلم عليه، صح او غلط؟ صح. تعرضت انت للظلم مع المنتخب في فترة ما كنت كي تلعب كويس وقلت انا المفروض اني نلعب مع المنتخب لكن ما والله الحق هذينا يعني المدرب هو اللي يقيم يقول لك هذا اللي يقدر يلعب إيه، لكن سالم انت تعرف روحك انت واحد من التسعات الكويسين اللي في ليبيا ما نقدرش نحكم يعني. جيت لعبت اول مباراة نلعبها رسمية لعبت مباراة جنوب افريقيا وكينا مصيرية ايه وما توفقتش فيها كل حق ما انت اللعيب مرات تقدر انت تشوف في مستواك انك تقدر تلعب ويوم ما تلعب ما تتوفقش ما هو حتى ما حتى انت يا كابتن انا نشوف في اكثر من مره انت لاعب صندوق ومره يلعبوا فيك كجناح مره يلعبوا فيك التسعة بروحك وانت تبي تسعة معاك باش تلعب وما ترجعش التالي اكيد صح صح ولا حتى انت دفاع عندك المفروض كلمت المدرب وقلت له راني بروحي من العب ما تقدرش تحكي مع المدرب يعني المدرب عنده فكر في راسه صح هو اللي بيطبقه ما يقدرش عليه لعيب واحد يطبق الفكر هذا كله ما كنتش متوقع نادي النصر يفوز بالبطوله صح وغلط في الذهاب ما كنتش متوقع في الذهاب ما كنتش متوقع لكن في الاياب حسيت روحكم قرب بعد ما خشينا ناديك بعد ما تعادلنا مع الاتحاد توقعت البطوله تجي حق خش يمين ولا يسار انت مشي ديما دور هذه تو هذه مقالينها الجمهور مش انا راه مدورنيش لا القيمة السوقية لسالم رامز زمليا مع النصر لا مش مع النصر القيمة السوقية للاعب ما دخلش في النصر لا 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 مع النصر اذاش كان انا الحق يعني في المعقول في المعقول كيف مش الرياضيين مش مضخمة ما كانش سالم يقول لا انا السوبر لا اعطوني اكثر لا والله ما كيف الرياضيين الحق ما عمرش يعني قيمت لعيب علي لعيب ايه. كل واحد وياخذ حق بتقول لنا لحاجة تقول لنا حاجه بس نعم كنت انت الاعلى الاجر لا مش انت والله سالم كل شيء جاوبت عليه انت اليوم نعم جاوب خذ راحتك وين يمين يمين اه جاك مبلغ مالي جاك مبلغ مالي من الاهلي طرابلس لكن رفضته صح وغلط صح قداش المبلغ بتقول لي فادي ما تقوليش المبلغ في المعقول ولا مش المعقول والله ما انا قلت لك قداش وصلك عادي قداش وصلك لا ما يقولوا ما حكوش معايا الاول قبل ما نوقع مع الاتحاد تحكي انت بال ايه قبل لا توقع مع الاتحاد كنت عرضوا عليك الاتحاد ولا انت فضلت بنات والله قمست معهم قالوا لي نبوك سنتين وكاين اختلافنا على موضوع السنتين انا نبي سنه وما يبوا سنتين سنه بس كان هذا الاختلاف ايه باه سنتين قداش حتى ما لمحوا لكش حتى قداش يعني هم مصرين على السنتين بعد ما قمزنا قالوا لي راه نوقع معك سنتين قلت لهم الحق انا راه باه انت فضلت الاتحاد على خاطر السنه ولا على خاطر الفلوس؟ انا ما تفرجش على اقامه يدين سالك يوسف سعود قال لك انت حتى لو انتقلت من نادي النصر وانت بتمشي قلت لنا الاعلى اجرا اكيد هذه تذكر فيها اكيد ايه مشيت نادي الاتحاد على الشياطه اكيد باي في نادي الاتحاد وكاين عندي رغبه اني نلعب في نادي الاتحاد ايه حق اني اصحابي اكثر اصحابي في الاتحاد حكينا يا جماعه اكثر اصحابي ان الاتحاد الحق عبد العزيز بريش هذا حبيبنا هذا غالي علينا صح ضروري نجيبوه اشترى جمال في بنغازي ضروري نجيبه شرح جمال حاضر انت ما حكينا عليه بالله في الطياره كيف يدير والله خواف يخاف من الطياره يخاف عندي صور وعندي فيديوهات له في الطياره مصور في الطياره قرا القران كله في الطياره حتى التونسي هزبه اللي وراه لكن عنده حاجه شاهدة عليك ف لا شرح جمال ولا شرح جمال وحاجه ثانيه كابتن سامي جابر جميل
ولا عاد هدا يمين ولا يسار برا. لو استمر دوري كابتن سالم وانت مع الاتحاد كنت تشوفكم تشوف في روحكم تاخذوا الدوري ولا صح اول الموسم الموسم اللي وقف الحق يعني كنا نشوفه في روحنا ماشي حناخذوا البطوله حق يعني الفريق كاين متكامل سواء برا واللي يلعب في الملعب او اللي برا الأجواء داخل نادي الاتحاد ما حسيتش مثلا واحد انا جاي من بنغازي وانا كذا لا ما فيش العنصريه الحق كلهم خوت واحباب واصحاب ورحبوا بينا